السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي كما تكلمنا على المقابلة اللي كانت بدون جمهور اتحاد العاصمة مع شباب الثورة. قلنا لكم الأسباب تاعها، علاش مسؤولين في الاتحاد العاصمة عاقبوا الجمهور ما يتفرجش بعد ما انهزموا الإقصاء تاعهم في كأس الجمهورية أمام وفاق سطيف، وين تفاجؤوا بمعاقبة الجمهور تاع اتحاد العاصمة خارج الملعب تاعهم. شو كيفاش هما خافوا من الجمهور، خافوا من الجمهور تما كاين شغل في بلوغين، بصح هربوا من الجمهور. وينك شفنا هذه الخطره؟ حنا كثر خير عمي حسين جنات اللي زاد فانيك زاد كشف امور اخرى، وهو الوثائق عند من طاحوا عند واحد صامت، طاحوا عند ملال شريف ملال اللي ما غاديش يشفق عليهم. راه عنده تقرير تاع الاربيت، وراه عنده التقرير تاع الديليغي تاع الماتش، ورا عنده التقرير تاع الفريق سطيف، ورا عنده التقرير تاع اتحاد العاصمه، وعاود جه التقرير من الترافيكي تاع اتحاد العاصمه لي ترافيكاو التقرير تاع الحاكم نسيم اللي سموه اللي عيطوا له ريفالدو. الاربيت يكون محلف، يا سي الاربيت راك محلف نتايا، التقرير اللي تدي معك للبيت راه عند ملال. ما انت راك محلف، لازم انت فين تهدر، لازم تقول باللي بصح الا راكم تحوسوا غير على المصلحه تاعكم ما غادي نهردوا، غادي صايك الهريده جاي. الا كل واحد يحوس على المصلحه تاعو، ذاك يقول لك خاطيني، ذاك يقول لي خاطيني، ذاك يقول لك انت توصل لك في الكوزينه. أو كي راكم خايفين غير من الحداد، هي حداد هذا نورمال. من لا لا ما يخافش، أنا نقولوا فيها ونعاودوا، كاين موت وحدة برك، وكاين رب واحد برك، اللي غادي كاع نتحاسبوا عنده، كي الظالم كي المظلوم كاع نتحاسبوا عنده. أنا هذه الحاجة اللي دايرها في راسي برك، كاين رب واحد وكاين موت واحدة، والأسباب متعددة، بنادم ما تحسيش باش يموت، بصح موت واحدة برك. وين شلنا كيفاش؟ من كان وراء عملية التزوير التقرير تاع الحاكم اللي دار المقابلة تاع الياس، ما مرة كيما هضرنا عليه الحمد لله، كاين ناس شرفاء صحفيين شرفاء اللي يتكلموا بدون خوف. وين شلنا إصرار شريف ملال رئيس شبيبة القبائل على معارفة، يحوس معارفة من كان وراء برمجة مقابلة اتحاد العاصمة وشبيبة الثورة بدون جمهور، وقوله أنه سيذهب بعيد في هذه القضية. ليس كما نقولوا حنايا، ما نقولوش باللي ما عندوش، خاطش عليه لو كان كاع هذو المدامات هذو، ما نقولوش ننسى كاين اللي مراه فحله الجياح تاع لي بريزيدون جاو زعامه ويهضروا، هذا زتشي والمكتب تاعو ما يقعدش دقيقه، ما يقعدش دقيقه. والله ما يقعد دقيقه، بصح حتى لا ما كاش هذو رجال، هذو لي بريزيدو رجال، ما كاش راجل فيهم، ما كاش واحد بريزيدو راجل. الجاي الرخص يقول للجايح لزغاديك، هذو الجايح الراجل فيهم جايح، الراجل فيهم جايح، هذو راك تشوف هذو لي بريزيدو الراجل فيهم جايح، ربدوا يديهم على مشروع تاع الاكاديميه. بعد جات الحكومه قال لهم نتوما كاع حمير، نتوما كاع تسكوا رابدين وذنيكم وحاطين كعايلكم، نتوما مكاش الراجل فيكم، هي ديكاجي كاع كاع نستعرف بالسيد بدوي كاع ضربكم سبعه، مكاش الراجل فيكم،
خاطر الراجل قا وخر، بقى غير جايح راه يخدم في ديك الاتحاديه، جميع الرخيص راه يخدم في ديك الاتحاديه. الراجل مكاش قاع، مكاش قاع قاع الراجل قاع مكاش، هذيك الاتحاديه ما بقاش فيها راجل، التالي كان فيها زبزافي وخر، ما بقاش الراجل فيهم قاع. ما نقولش حاجه اللي ما يستاهلش، مكاش الراجل فيهم، راني يعني نقول فيها ونعاود. ولكن وراء ذلك المهزله الكبيره وتزوير استعمال المزور في وثيقه رسميه، فمن المعترف عليها انها عند نهايه كل مقابله في كره القدم ياخذ الحكم نسخه منها وورقه اللقاء من ورقه اللقاء، ويسلم نسخه لمحافظ المقابله واخرى للفريق المحلي، والرابعه للفريق الزائر. لكن الامر الغريب الذي حدث في مقابله وفاق سطيف واتحاد العاصمه ان النسخه التي سلمت لامين عام لاتحاد العاصمه مكتوب في اسفلها وبخط ليس خط الحاكم أن أنصار اتحاد العاصمة قاموا برمي الألعاب النارية على أرضية الملعب 8 ماي، في حين بقيت النسخة، نسخة المحافظ ووفاق سطيف والحاكم، نسخة غير مكتوب عليها ذلك. ما نقولوا احنا يا وين النسخة اللي راهي عند النسخ اللي راه مع الملال تاع المحافظ وتاع وفاق سطيف وتاع الاربيت، هادو من تحت هادو راهم مزورين، خاطر رانا هدرنا عليها راهي في 4 ايام ولا 5 ايام، قلت لكم بلي داروا التزوير بمعاقبه. وشكون هما؟ شكون يا عباد الله؟ انا راسي ما على بالكم واحد صوالح ميسر ما تامنش، رئيس اتي رئيس نائب رئيس اتحاد حداد ورئيس الديريكتوار تاع سرار يعاقبوا الجمهور تاعهم، عاقبوا الجمهور، قال لك حنا نربحوا ذي المقابله، ومن بعد يقول لك المصالحه بعد اليوم شفتها البارح وقيل في الجرائد، شفتهم دايرين اتحاد العاصمه يتصالح مع الانصار تاعه، هذا غير صحافي فانكشيات كتبها، اتحاد العاصمه يتصالح مع الانصار، هذه غير تاع التليفون اش تكتبها، كتبها لنا غدا ان شاء الله، كتبها لنا هادو ماشي انصار، مادامهم راضيين ماشي انصار، هاكا نقولها لكم، مادامكم راضيين ما راكمش انصار تاع اتحاد العاصمه، لو كان جيتو حق تبغوا اتحاد العاصمه الناس عاقبتكم، نتوما ولاد العاصمه، ولاد اتحاد العاصمه، كان لي جده كان سيبورتر تاع اتحاد العاصمه، اما لا حداد ماهوش ولد الياسمه، وصرار ماهوش ولد الياسمه، وعاقبوكم خرجوكم من السطاد، قال لكم ما تتفرجوش، قسما عارفينكم بلي ما كاش اللي يهدر. وبالتالي من مكتب هذه الفقره، وكيف اعتمدت لجنه الانضباط على ورقه اتحاد العاصمه فقط في وقت الذي من المفروض ان تعتمد على في اتخاذ قرارات المعاقبه على الورق لقاء الحكم او محافظ اللقاء الديليجي، وبالتالي التزوير موجود ومزور موجود وملال لديه كل الأدلة التي ستمكنه من تفجير فضيحة من العيار الثقيل. نعاودها لكم، نعاود انا بروحي عجبتني، ملال قال لك المزور موجود والمزور قال لك التزوير موجود والمزور موجود وملال لديه الأدلة التي ستمكنه من تفجير فضيحة من العيار ثقيل. ياه ها انتم ماكم حاسبين انتم كاش كاع راجل هذا يتحرك، لو حنا نروحوا نعاودوا نقولوا هذيك وطاحت عند واحد اخر جايح جايح لي بريزيدون جايح، كاين منا نهدرها، لازم واحد يكون راجل،
كاين منا في الغرب هادو لي بريزيدون ما كاش الراجل فيهم كاع هادو كاع كاع الشياتة هادو لي بريزيدون تا ولا هادو تاع الغرب ما كاش الراجل فيهم شو المهم ما كاش كاع الراجل فيهم هادو لي بريزيدون راهم ممثلين الفرق تاع الشرق تاع الوسط ما كاش الراجل فيهم ما كاش كاع رافدين الدراريج كاع يروحوا يديروا القطن في يديهم ويقضبوا الدراريج تاع زاتشي وتاع النائب تاعو حداد يقلبوا لهم كاع الدراريج يشلوا يغسلوا يمسحوهم الغبره هذو كاع جياح هذو كاش الراجل فيهم هذه هي وتحيه الجزائر ونقعدوا نكشفوا فيكم حتى اخر قطره تاع الدم.